يصادف اليوم الثلاثاء 17 من سبتمبر اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار إشراك المرضى من أجل سلامتهم. وتزامنا مع هذا اليوم تحتفل البلاد بهذه المناسبة نظرا لأهميته القصوى للمواطنين بصفة عامة والمرضى على وجه الخصوص. ويمثل هذا اليوم فرصة لنشر الوعي العام وتعزيز التعاون بين المرضى والعاملين الصحيين. المدير العام للمستشفى المركزي الجامعي والمتخصص في أمراض الكلى بروفيسور إبراهيم حماد يتحدث لنا عن أهمية التشخيص للمرضى. الدياجنوستيك من التشخيص النادم بجي من بيته عنده مشكلة وكن جاء لابد في أسرع وقت يشخص المرض شنو. إذا كانت التشخيص بقى كويس في دربة العلاج بيكون سهل والمرضان بمر من حالة الكعبة لحالة التيوة. إذا كان في خلل في التشخيص العلاج ما بيجي في دربة والمريض ما محمي. هي دي المشكلة هدف اليوم العالمي. وفي التشخيص معناته التشخيص ما بس خلص مرضان جاها عندك مرض لا بالفرنسي نقول فيها ديمارش معناتها بجي فيها أسئلة فيها فحص في الدم في الأشعات في معناتها الموجة الصوتية بعد ده نقول مرض النادم كده. يوم المرض نعرف العلاج ببدأ في شندا المنظمة العالمية عينت اليوم وتلز المستشفيات دايما في شغل المرضانين ودايما في سبات الجنوستيك معناته هو الشغل المهم للمريض. ومن هذا المنطلق نتعرف على أن الرعاية الصحية والتشخيص أمراً بالغاً الأهمية، لذا يجب على الجهات المسؤولة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني القيام بالحملات التوعوية لتوعية المواطنين وتثقيفهم في مجال الصحة العامة.